صميم يحيى اخويا محمد قال لي محمد وعرف قال ما عرف خصمتينا قال لك خلينا فويا جبل الطيخ الاخر ابو محمد هذه سي صميم قال لي محمد زياد الفيا جمال هذه جمال شعلان تحية الفتكة كرة قال لي يحيى رمزي العريس الطبي محرم هذه من وضيفنا ويحيى شكل نقول هذه من عند مصرانة الريم المتربي يرتع في سوايا حرفانة يا مكبر شغبي يا مصرانة دخنا وداخل الشيخ معانا شوف حكمة ربي واش مصور في فرانة نغزيت الدربي والرقبة طويلة وبيضة ومليانة والخد الوردي زاد الرب هدانا وخانا ينسي قلبي تهنا والغرام الدانا عليك ربي بركة بدنا يا جماعة بدنا يدخل محمد العقل ولي يحيى الوزير من قال مصر الزيادة المصرانة ضد الوزير يا بعوة الدنيا يدانت وما يش خطوات هاي 500 من عند خويا فارس لو يضربوا فينا بالخشيم فارس الموسكولة قال لي يحيى روزي العريس يحيى رفامي بو قصاصة يحيى خويا وهاب عروقي رشاي محمد قال لي يحيى رمزي العريس وتحيى لفامي بو قصاصة حبابنا وضيابنا هايدي صامين من عند بوي العريس معليش معليش مقبول على اسمع او يضربنا يا رجل انا خاطي خبيها من جيب الحج هايدي صامين مليون دو سون زيادة من عند باب العريس بجودو قال لي زيد الفارس الماسكولة ديرها 17 مليون يحيى اخويا محمد هذه دي زيد محمد دي زناب قال ما هذه فا قال ما فانت يا العريس فانت قال ما فانت روع النابع فانت كانت لفاني بو قصص فانت ساكن عشاش ويحيى فارس الماسكولة هذه سومين شاوي صغير شاوي صغير بسامي القاني رمزي العريس رمزي العريس رسامي الشاوي صغير قال لي يحيى عمي عبد الوهاب بن العريس كان سامي الشاوي صغير هذه سامي الشاوي صغير سي سامي القاني العريس هذه سامي القاني في خطر عرب وقصاص ويحيى قال لي ناس قرش عبد الرزاق بطاطا راهي في خطرك هذه وي صميل قال لي بطاطا خويا نسبو معيزة اف صميل هذه ام مليون من عند بطاطا قال لي زيادة للشاوي صغير ويحيى نسبو معيزة قال لي في خطر الناس الكل هذه هاي زيادة بسين صميل من عند الباسكول ابويا يضرب يوجع واللي يحفر يغرق واللي يوكل يشبع واللي يعرض يقنع قال لي يحيى عمي عبد الوهاب يحيى نظامي مقصص ويحيى رمزي العريس قال لي شركة الدلاع وشركة البطيخ وعمرها ما طيخ لكم مصيره بس حنعرفوا لها قال لي يحيى بونز يحيى وليد خويا تحيا لفامي ابو قصاص ويحيى قال لي خويا وليد لميمة ماذا كبير على التسفية في راسي هو اخوك بس عانني براني هو من 200 مسكين تقول لي ما ايش مقبولة ايه قال لي في خطر العريس وليد خويا وحبابه وعرضته وضيافه أهله ابن عمه في خطر سامه ويحيى الحباب كاملين هذه هاي الزيادة بتروى صميل عند خويا محمد قال لي زيادة الجمال وتحيا شركة الفيتاميسي يحيى رمزي العريس تحيا لفامي مقصص هذه هذه دي صميل قال لي على راس العريس وعلى راس حدي وهاب ناس قرش لفامي مقصص هذه واحدة صميلة من عند جمال خروط قال لي يحيى الشيخ كمال قال لي قال لك ان شاء الله الشيخ كمال تقعد يحيي العرس واللي ايمن البسكورة هذه دو صميل قال لي وهاب عرب كيرش عرب مقصاص ويحيى رمزي العريس الشيخ كمال قال لي محمد هذه من عند محمد زياد البسكورة فارس العريس الموالة فارس الفرسان من عمي قال لي الشيخ كمال قال لي هذه من عند فارس جاو الفرسان هذا هو النهار اللي فيه الرجال يبان ويلي انا عمي ويلي كبيرة قال لي دي مواهب رمزي صحابة تعليم صحابة اللي يخدموا اللي الكل في خاطره قال لي